عايز أقول لك كلمة عن طاعة المسيح. أقرأ لك من رومية 5، بيقول: لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاة، هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرين أبرارا. بعض الناس بيعتقد أن عمل المسيح الكفاري بيرجع الإنسان لوضع كان عليه آدم وحواء قبل ما يسقطوا الاثنين في الخطية، لكن الحقيقة أن المؤمن بيحصل على أكتر من كده. صحيح الرب يسوع دفع ثمن الخطية وحمل في جسده اللعنة اللي في الشريعة، لكنه أيضا خلى شعبه مؤهل للحياة الأبدية. الحياة الأبدية دي لم تكن قد أعطيت لآدم وحواء قبل وقوعهم في الخطية، وبسبب فشلهم اتحرموا من شجرة الحياة، وبالتالي وقعوا تحت لعنة الله، وأصبح كل ذريتهم خطاة وواقعون تحت نفس اللعنة. مكتوب: بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس، إذ أخطأ الجميع. إذا ما رفع الإنسان صوته بالاعتراض على الله بسبب أنه ربطه بآدم الساقط كممثله محتجا بأنه أنا ماليش ذنب، نقول له أن الله في سامي حكمته ومعرفته يعلم أن أي إنسان لو وجد في مكان آدم لسقط زيه، ولذلك عمل آدم كممثل للجنس البشري ونايب عنه، واعتبر سقوطه سقوط لجنسه كله. من فين أنا فهمت الكلام ده؟ أنا لقيها من عبرانيين لما بيقول: حتى أقول كلمة، إن لاوي أيضا الآخذ الأعشار قد عشر بإبراهيم، لأنه كان بعد في صلب أبيه حين استقبله ملكي صادق، ما كانش لسه اتولد. ومع ذلك فالله في محبته الكتيرة ونعمته الغنية قدم للإنسان ممثل آخر، الرب يسوع المسيح. بالإيمان به يقدر أي إنسان أنه يسترد ما فقده بواسطة ارتباطه بآدم الأول، ويحصل على بركات أعظم، يحصل على الحياة الأبدية. كلنا بنتساوى في عدم قدرتنا أن احنا نبقى مؤهلين للحياة الأبدية، لكن الخبر السار هو أن يسوع المسيح أهلنا للحياة الأبدية. هو ما شالش بس عقوبة الخطية، خطيتنا احنا في جسده مطيعا لشريعة الله العادلة، لكنه أكمل متطلبات الشريعة بكماله معطيا بركات لشعبه. مكتوب: لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد، فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح. إذا كانت خطية الإنسان الأول خلت الموت يملك في الحاضر، فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر حيملكوا بالإنسان الثاني يسوع المسيح. لا مش كده، المؤمنون كمان اللي بينالوا هذه النعمة هم أنفسهم سيملكون في حياة أبدية لا نهاية لها. وهنا بنشوف على طول الخط أن المسيح جه عشان يزيل آثار سقوط الإنسان الأول بنعمة غنية، مش مقياسها العدل بس، لكن بتفيد ببركات غامرة بتزيد لمجد الله. ليه؟ لأن الإهانة، الخطية دخلت إهانة الله، لكن بترفع دلوقتي بالمؤمنين، نعمة ربنا بترفع بالمؤمنين لمستوى أسمى بما لا يقاس، مستوى الإنسان قبل السقوط. عشان كده حيظهر في الدور الآتية غنى نعمته الفائق باللطف علينا في المسيح. أمين.